من حساب المنوعات والمغرد على تويتر، راح نشوف الآن هذه الصداقة العجيبة وللأول مرة نشوفها بين القطة والأسماك تحت عنوان Enjoy Your Weekend. هذا المقطع والغريب في الموضوع إن خلال ساعات حقق أكثر من 10 مليون مشاهدة. الناس فعلا يعني هل تحب هذا النوع من المقاطع الطريفة أكثر من أي شيء ثاني ممكن تشوفه، أو لأن لأول مرة ممكن نشوف العلاقة الغريبة جدا بين سمكة وقط؟ واضح أنها علاقة صداقة قديمة جدا، يعني متعودين على بعض ما شاء الله من أيام المدرسة. عموما يعني كان مقطع جميل، والغريب أنه حقق 10 مليون مشاهدة. بدي أعرف السبب صراحة، إذا تدرون السبب قولوا لي تحت هذا المقطع أول ما ينزل في تويتر. عموما هذه كانت فقرتنا الأولى معاكم، وراح نكمل بعد الفاصل. طالب الدكتوراه عبد الله الشهري يتحدث عن تجربته في استثمار الأبحاث العلمية.